على المستوى العام مصر في خطر، واللي يقرأ الأحداث المحيطة بينا هيكتشف أنه في محاولة لتصعيد المنطقة. تصعيدها إزاي؟ العراق فكت خلاص، دخلت في مرحلة تقريبا اللاعودة. لبنان دخلت في نفس المستوى، سوريا دخلت في نفس المستوى. النهاردة بيحصل حاجة لازم تقروها كويس. هو أردوغان ده مش عضو في الناتو، حلم شمال الأطلنطي، طيب يقدر يتحرك دون قبول أمريكاني؟ يقدر يضرب أو يطلع جيوش إلا إذا كانت أمريكا موافقة؟ ما يقدرش. طيب لما يروح سوريا ويحتل الشمال السوري ويسقفوا الأمريكان ويقفوا، ده مش معناه إن إحنا في خطر؟ لما جيوشه أو وحداته العسكرية توصل ليبيا على حدودنا الغربية، ده مش معناه إن إحنا في خطر؟ يا أخوانا، القضية الأساسية الجوهرية القضية الكلية اللي مصر فيها هي صراعنا مع العدو الصهيوني، هو صراعنا مع إسرائيل، وإنه محور ما يجري في المنطقة الآن لحساب إسرائيل. أمريكا بتشتغل لحساب إسرائيل، كل اللي بيتم ده حوالينا لحساب إسرائيل. إحنا عدونا الحقيقي إسرائيل وأمريكا، مش حد تاني، والله مش أردوغان، أمريكا وإسرائيل، لأنه هم دول اللي بيدفعوا علينا الأعداء الحقيقيين، وهم دول اللي عايزين يضربوا المنطقة فينا. إحنا عايزين ياخدوا مننا القدس كلها، وعايزين ياخدوا مننا فلسطين كلها، وعايزين ياخدوا مننا لبنان، وعايزين ياخدوا مننا العراق، وعايزين يحرقوا علينا ليبيا، وعايزين يخلوا مصر مكشوفة، وعايزين يدمروا مصر أيضاً. يعني مصر في النهاية هي آخر الأماكن، وبإذن الله لن يصلوا إلى تحقيق أمانيهم فيها. لذلك كنا دائماً بنقول في نقابة المحامين أن صراعنا مع العدو الصهيوني الإسرائيلي هو صراع البقاء والوجود، إما الأمة العربية وإما إسرائيل. أي تصالح، أي مهادنة، أي قبول لقدس شرقية وقدس غربية وضفة غربية وغزة وإسرائيل، ده كلام احنا كنقابة محامين بنرفضه. نحن مع الدولة الفلسطينية العربية الكاملة وضد الوجود الصهيوني الكامل. نحن ايضا ضد كل المخططات الامريكية في المنطقة اللي بترسمها وبتنفذها يوم بعد يوم، وبتتضح معالمها وبتتأكد معالمها. وقلنا وسوف نقول، نحن ضد امريكا وضد وجود امريكا في المنطقة، وضد السلام مع امريكا، وضد الرخاء مع امريكا، وضد اي شيء من امريكا. قلنا فلتسقط اسرائيل ولتسقط امريكا، ولتحيا مصر ولتحيا نقابة المحامين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.